ريكوردينج. هاي زينة، هاي كيفك زينة. حبيبتي؟ تمام. هاي زينة، بزينة. ثانك يو فور بينج معي اليوم على نص ساعة شخصية. نحكي اليوم عن قطاع العقارات، وهو قطاع جدا مهم اليوم اللي عم بيصير معنا بالكوفيد 19. قبل ما افوت بالتفاصيل عن كثير شغلات خاصة بالاستثمارات اللي عم بتصير والبيع والشراء والأجارات، بس بدي أعرف عن زينة الخوري اليوم. أنت الرئيس التنفيذي ومدير لهاي مارك للوساطة العقارية، متخصصة بمبيعات العقارات الفاخرة بالإمارة، بإمارة العربية المتحدة، وبدأتي حياتك المهنية كجزء من فريق تطوير الأعمال لبالازو فيرساتشي وبرج ديوان الموجود حد دبي فيستيفال سيتي، واشتغلت مع الفريق اليوم التنفيذي للإشراف على عمليات بيع وصلت اليوم لأكثر من 3 مليارات دولار إذا ماني غلطانة. بعام 2009 استلمت هاي مارك ريل استيت بروكرز، وهي شركة بروكر أدت اليوم لتنتصر على الأزمة الأولى اللي صارت بال 2008 لتعمل مبيعات جدا حلوه كمان وصلت للقيمه اللي حكينا فيها. بصفتك الرئيس التنفيذي، انت اليوم بهمك تساعد المستثمرين من برا انه يجوا يستثمروا بالبلد اليوم، وتعمليهم استراتيجيه خاصه رح نحكي عنها كمان بحديثنا. كوفيد 19 اليوم اثر كثير على العالم، مثل ما بيقولوا ربطت لهم ايديهم، ما في حدا بيقدر يسافر بقى، ومنعتهم من التنقل، فهذا اثر على الاستثمار بكل البلاد، حتى بمجلس التعاون الخليجي وعنا ببلادنا، وبنفس الوقت اثرت على كثير عالم من ناحيه اجاراتهم وعدم قدرتهم على الدفع وغيرها الكثير منها. خبرينا شوي عن سوق العقار اليوم، وين رايح؟ وين كان؟ وين رايح؟ وشو متوقعين يصير بعدين؟ اول شيء ثانك يو كثير على هالمقدمه. أهلا. ومساء الخير لكل يلي عم بتابعونا. انا بدي اقول لك انه انا كثير بحب صفحتك وكثير بقدر الافورت يلي بينحط تتعطي هالكونتنت الحلو للعالم، وبالاخص بهالايام. يعني في كثير صفحات كانت ناجحه مؤخرا، بس بتصور العالم هلا بدها حدا يساعدها تو جايد ذم، يعرفوا اكثر شو عم بيصير ويفوتوا ب الاجواء او يقدروا ياخذوا تيبس فور سرفايفل. مرسي لك كمان لوقتك. هلا بالنسبه لسوق العقارات، انا صار لي اكثر من 12 سنه بسوق العقارات باليو اي اي، وبتخصص اكثر بدبي مثل ما قلت باللكجري بروبرتيز. سوق العقارات صار له فتره كان خفيف اذا بدنا نقول، ولكن ستدي، يعني كانت عم بتزيد نسبة المبيعات من سنة 2016 2017 2018 leading up to 2020، واللي هي السنة اللي كان لازم يصير فيها الاكسبو. حققنا نحن اول كوارتر من هالسنة اعلى نسبة مبيعات باول كوارتر من السنة من الخمس سنين السابقين، يعني كنا ماشيين على الخطى الصحيحة. ولكن اجت أزمة الكوفيد 19. طبعا أول فترة العالم ما بيستوعبوا شو صار، منا عارفين، يعني لأنه it is unreal، يعني شغلة كنا نسمع عنها أنه صار الطاعون من 100 سنة إلى آخره، بس شغلة ما كنا متوقعينها، خاصة أنه تكنولوجي كتير متقدمة. يعني بيصير يقول واحد أنه فيروس صغير معقول يشل الاقتصاد العالمي بهالطريقة، انه صرنا عم نطلع نتمشى على القمر، يعني بطلت قصة انه يوصلنا على القمر. مظبوط. فبقول واحد انه فيروس صغير وبيشبه الفلو ومنه فلو وما بيأثر على العالم الى اخره، فالناس ما كانت مستوعبة. بعدين وقت صرنا نشوف الازمات، ازمة الكوفيد كيف اثرت على البلدان مثل ايطاليا مثل اسبانيا وغير بلدان، بلشنا نستوعب انه لا، شغلنا على المحك، مدخولنا ممكن يتأثر، عيالنا ممكن تتأثر إلى آخره. هون صار في مثل بوز كبيرة، صار في هلع عند الناس. هون أكيد بلشوا الناس بدهم يصرفوا الريل استيت تبعهم. بس بهالوقت ليه للناس يلي بياخذوا الخطوة إنه يشتروا ريل استيت؟ يعني في كثير ناس كان عندهم استعداد إنه يشتروا ريل استيت وقفوا. فكل مع انه هيدا احسن وقت واحد يشتري، صح؟ هيدا اللي بدي اقوله، يعني بس بدك حدا يكون عنده هل طريقه التفكير، يعني مين عمل مصاري بالريل استيت؟
اللي اشترى سنة 2001 2002 وقت اللي عملوا اللونشز بدبي، وقت اللي كنت تشتري الفور بيدروم بالجي بي ار ب 600 و700 ألف صح، ووصل حقها لل 5 6 مليون وله 15 سنة 20 سنة مأجرة، صار يعني مش متعرف على المصريات وأكثر من هيك بكثير. بس بدك الشخص يكون عنده هالشجاعة إنه يشتري والقدرة إنه يشتري. يعني بعد شوي رح أحكي إنه أوكي it is the right time to buy، بس انت مين، شو البروفايل تبعك تنقل لك اذا لازم تشتري ولا لا. أوكي. لانه سنه 2008 سنه 2008 انا بعرف كثير ناس اشتروا عقار لانه كان في كنا تقريبا بالتوب اوف ذا سايكل وكل الناس عم تشتري، وكنا نروح نوقف قدام مكتب اعمار ناخذ توكن، هيدا التوكن اوكي اخذ التوكن بيعه ب 20% بريميوم. يعني انا بعد ما حطيت مصاري انا بعتك ورقه على 20% انت عملت مصرياتك. في كثير ناس بسنه 2008 قلنا انه لازم بوقتها، يعني انه السايكل كان طالع، ويمكن لو ما صارت الازمه العالميه ما كانت تاثر السوق بدبي، نحن تاثرنا من وراء الامور اللي صارت بالولايات المتحده. اوكي ايه بالوقتها ايه بوقتها لانه هن بلشوا الازمه الماليه اذا بدك. مهم في كثير ناس بال2008 تيفوتوا بهاللعبه السبيكيوليشن اخذوا قرض من البنك 10% فيدفعوا اول دفعه، وانا بعرف ناس لهلا خسروا الشقه لانه ما بيقدروا يكفوا حقها، بعدهم لهلا عم يدفعوا ال10% اللي اخذوها سنه 2008. هيدا الشخص ما لازم يشتري عقار. يعني في سيرتن بروفايلز اللي بتناسب السوق حاليا. ليه ما في كونسلتنتس لهيك شيء؟ يعني نقول انا اشتريت عقار وما عرفت شو بدي اعمل فيه واخذت ال 10% وخبصت فيها، ليه ما في كونسلتنتس تقدر تكون هي لإلي بهالفتره كلها هيدي تقدر خلص حقها؟ هو نحن بالسوق عاده بقوله ريل استيت بروكر، انا ما بسميها ريل استيت بروكر، انا ايم ريل استيت انفستمنت ادفايزر. اوكي ريل استيت بروكر بيجي بس بده اياك توقع هالورقه تيركض ياخذ الكوميشن تبعه. صح. انا عندي ناس لها 12 13 سنه بعدها بتشتغل معي، اللي اشترى تو بدروم مني سنه 2006 و2007 رجع هلا اشترى مني بنت هاوس. انفورشنتلي بكل اندستري في ناس بتمثل هالقطاع بشكل جيد، في ناس ما بتمثله بشكل جيد. هلا مشان هيك لازم المستثمر ينتبه مع مين عم يتعامل، يعرف انه شركه مرتبه لها فتره بالسوق، يعرف انه الشخص اللي قدامه مش قال له لازم تشتري بالداون تاون. اوكي حد غير ديفلوبر عطاه كوميشن اكثر بقول له لا لازم تشتري ببزنس باي، فبده يكون في اليوم في اليوم تحديات بالسوق. بس هيدا كيف اثر اليوم؟ هلا طالع خبر انه رح يصير في انذر لوك داون من بعد العيد، وعم بيقولوا انه رح توصل للبيك تبعها من جون لاوغست. اورايت سو هيدا كمان رح ياثر على اقتصاد البلد من كتير نواحي، وبتعرف دائما الانفراستراكشر والريل استيت والاس ام ايز والسمول ميديوم انتربرايزز هن اساس اند ذا فاونديشن اوف ايكونومي، يعني الاساس تبع الاقتصاد. سو شو حيصير بهالحاله؟ يعني في شيء مش مزبوط عم بياخد مجرى، وكيف بده يأثر على الاقتصاد اليوم؟ أول شيء أنا بدي أقوله موضوع الكورونا منه ناطر من announcement lockdown لannouncement lockdown تاني. أوكي؟ unless بيطلع vaccine وهالvaccine بيتوزع على كافة العالم وبيصير available وبينفحص we will not get rid of corona. بدنا نبلش نستوعب انه العالم اللي منعرفه تغير completely، وبدنا نبلش نشتغل على هالاساس. يعني ما في يقول انا خلص اللوك داون يعني الدوله قالت لي انا في يروح اتمشى واتعشى واسهر اوكي وراح يبطل في كورونا. يعني هلا مزبوط it is there وموجود وصار شغله بدنا نتعايش معه. بطل الموضوع قصة من لوك داون للتاني، وذا فاستر نحن بنستوعب هذا الموضوع the better we will get out of this crisis. انا شخصيا اول فتره كنت قايله لا بدها شهرين ثلاثه وبينحل الموضوع، انه ولا انه
كله هالجرثومة الصغيرة يعني it's fine. بعدين شوي شوي استوعبت انه لا هيدا الموضوع بده مينيموم 12 ل 18 شهر هيدا اذا تلاقى فاكسين، لانه بعد لهلا في كثير فيروسز ما تلاقى لها فاكسين، او based on my knowledge انه ما في فيروس تلاقى له فاكسين. يعني بدنا انا بدي اسالك سؤال ايه كملي، بدنا شو؟ بدنا نتعود، بدنا we need to adapt. اوكي للوضع adaptation اللي نحن. ايه adaptation needs to come on many levels. على صعيد شخصي كيف انت بتتصرفي بمصروفك بالبيت، على صعيد الشغل. انا مثلا لنفترض بمجال الفود اند بيفرج، بالنسبه لإلي هيدا اكثر قطاع رح يتاثر. كلنا صرنا عم نطبخ بالبيت، كلنا صرنا قاعدين بالبيت، اوريدي تاثروا. اذا انا بشتغل بالفود كيتشنز وهيك قصص، صح اكزاكتلي. اذا انا بشتغل بالفود اند بيفرج اي نيد تو اونستلي كونسيدر شيفتينج ماي كارير. اي نيد تو سوري. يعني بعرف انه هول الناس راحوا على فود اند بيفرج سكول الى اخره واستثمروا بحالهم وهيدا هو العالم مثل ما هن بيعرفوه، بس لا الامور انا عندي سؤال تتغير. اذا اليوم حدا عباله يشتري عقار باللو كوست اللي نحن فيه اليوم، يعني الابارتمنتس اكيد نزلت والفيلل نزلت وغيرها الكثير، كيف عم بتساعد البنوك اليوم بالمورجج لونز؟ لانه اليوم ما عم بيعطوا لحدا بسبب الوضع العام اللي عم بيصير كمان، كيف بتساعدوا اليوم اي حدا بده يستثمر بهيك شيء؟ يعني وين بيروح وشو بيعمل كل هالديتيلز هيدي؟ هلا اول ما بلشت الازمه السنترال بانك عطى 70 مليار دولار للبنوك دعم للبنوك، فهلا البنوك ار ويلينج تو جيف مورجيجز. علوا سقف المورجج، كانوا يعطوك اب تو 75%، هلا بيعطوك اب تو 80% اذا انت اول مره عم تشتري عقار. اوكي اوكي. والانترست ريت خياليه 1.9%. يعني كل الاشاير اذا انت عندك البروفايل المضبوط كل الاشاير بتقول لك it is the right time to buy. هلا بالنسبه مين لازم يشتري، بالنسبه لي انا مين لازم يشتري؟ اذا انت عارف انه رح يكون عندك مدخول وشغلك من المهن يلي بالنسبه لي ما رح تنقرض، لانه في مهن رح تبطل موجوده. اوكي صح. اذا عندك شغل عارف انه رح يضل مستمر ورح يضل عندك مدخول، عارف انه انت بدك تبقى بالبلد، اوكي ما عندك بيت، يعني بدك بيت لانت تسكن فيه، انا برايي it is a very very good time to buy. من هلا لست شهور it's a very good time to buy. وفي سيستم الرنت اون، في سيستم رنت اون وراح نشوفه اكثر انا برايي هلا. اوكي اند رنت اون راح يعتمد كمان على البرسنتج المورجج وكل هالقصص هيدي، ام يعني مختلفه كثير؟ رنت اون يعني بتكون عامله مثل فاينانس ديل بينك وبين صاحب العقار، يعني بتقولي انه قصت لي اياهم على 3 سنين، انا بضلني عم بدفع لك اجار. طب الناس اللي اشترت اليوم اوكي ان كان اراضي ولا ان كان شقق ولا فيلل، لنقول اليوم هني بحاجه لمصاري وبدهم يبيعوا ما انه قادرين يبيعوا، حتى لو باعوا رح يخسر ونحن بنعرف هذا الشيء، كيف اليوم بتساعد شركات الريل استيت اليوم هالاشخاص هيدي انه تعمل مصاري يمكن منها، يمكن اذا ما قدروا يبيعوها كيف بيقدروا يستفيدوا منها؟ هلا حسب اي متى هن شاريين، والخساره ما بتستحقيها الا لتبيع العقار. اوكي يمكن انا شاري عقار بال2008 على 10 مليون هلا قيمته 2 مليون بس انا فعليا ما خسرت، لأخسر هو وقت البيع. في ناس عم بيقرروا انه يخلوهم لانه ماديا قادرين يكفوا، مثل ما قلت يلي محتاج لمصاري. اوكي في كثير ناس بلشت تفوت على السوق هلا تاخذ تو تيك ادفانتج من هالديستريس. مين اكثر شيء؟ اي جنسيات عندك؟ ولا للصراحه امبارح في شخص اتصل فيي من مستثمريني قال لي زين هيدي 50 مليون درهم شو في لي بروبرتيز جاهزين مع جود ريتيرن وانا جاهز. لا قصدي ليه عم بسالك انا ايجنسي، مش لانه بدي اعرف، لانه اليوم فتحت الاماره اليوم للسوق الصيني، كانوا معتمدين على التشاينيز ماركت صح، وبنفس الوقت دايفرجن من سعودي ماركت كمان اللي كان يجي يشتري هون السعوديين كمان فتحت بلادهم. سو مين هن التارجت اليوم تشركات الريل استيت تعرف كمان انه يمكن التشاينيز منهم هن ولا السعوديين بقى؟ ليكي انا هلا حاليا عم ركز على السوق السعودي ليشتري بقبرص او باوروبا كرمال باسبور، عم ركز على السوق الهندي تيشتروا بدبي.
لا انا بامنه بالسوق بدبي والريدي كتير يعني كتير انفستد. اوكي انا بالنسبه لإلي الصينيين رح يبلشوا اكثر يستثمروا ببلادهم كمان. شفنا من بعد كوفيد اوكي حركه السوق العقاري بالصين من بعد ما قالوا انه خلص نحن ما بقى عندنا ولا كيس واللي بالتذكير هلا من يومين كمان قالوا انه رجع 1 كيس مشان هيك العالم لازم تضلها ببيوتها مش انه اذا ما في كيسز يعني اختفى يا في انذر ويف صح شفنا 30% انكريز بحركه البيع والشراء بالصين اوكي سو ما بتعتقدي المستثمرين الصينيين رح يرجعوا تو كونسيدر ما عم بحكي رح يجوا الامارات العربيه عم بحكي كل المنطقه كمان صح رح يجوا رح يجوا اصلا رح نشوف هجمه من الصينيين على كافه انحاء العالم يعني كندا استراليا واللي هن البلدان اللي هن بفضلون وبحبون وصار لهم فترات طويله بيستثمروا فيهم لانه في شيء ما فينا ننكره انه هن مسيطرين على الصناعه they are one of مش one of the they are the biggest player عالميا طيب هلا خلينا نفوت بالجد اوكي هلا في كثير عالم هون نعم نلعب عايشه لا لا نحكي اليوم على الاجارات نحن للاسف عندنا هيدي الكلتشر هون انه نحن ندفع اجارات مش مثل بلادنا عندنا بيوتنا بنملكها والاجارات ببلادنا بيقعدوا ببيتك ما بيدفعوا لك اجار ما بيدفعوا لك اجار سو بدي احكي عن بلادنا كمان هلا كيف عم تساعدون بس هون نحن في مناطق معينه باسعار مختلفه يعني في مناطق تووردز ديره وهالمناطق هيدي اسعار غير الجميره غير جبل علي غير كله في كتير ناس خسرت اشغالها في كتير ناس عم تتعذب اليوم ما قادره تدفع لانه ما عندها مدخول حتى ناس اللي بتملك شركات لانه ما في مدخول عم بيفوت ما بعرف اذا عندك اي معلومات اليوم عن قصه انه كيف اليوم الاجارات لازم ما بعرف اذا في كمان قوانين طلعت مثل اللي عملوها مع البنوك انك انت تعملي مثل ما بيقولوا ريفرال او ديفرال ابولوجيز او ريليف بروجرام انك تدفعي صار هذا الشيء كمان بالاجارات واذا اي حدا عنده مشاكل ما قادر يدفع اجارات وشو لازم يعمل اوكي طلع مرسوم من الدولة إنه على شهر أبريل وماي ممنوع يطلعوا حدا إذا في معهم قرار بالإخلاء أوكي؟ فكتير عالم فهمت هالمرسوم غلط فصاروا يقولوا صاروا يدقونا يقولوا أنا قاعد ببيتي وقالوا إنه ما فيكم تطلعوني من البيت وما رح أدفع بنالتي إلى آخره هيدا الموضوع خاطئ أوكي؟ لأنه بيصير في كتير لغط وقت اللي مرسوم إداري بينفهم غلط هيدا المرسوم بس بيتطبق على الكيسز يلي طلع فيها قرار إخلاء قطشت شوي مين؟ بيتطبق على الكيسز يلي طلع فيها قرار إخلاء ما قبل الكوفيد يعني كان عندك مشكلة أنت واللاندلورد رحتوا على المحكمة طلع اللاندلورد معه قرار إخلاء أوكي قالوا لهم هود اللي معهم قرار إخلاء خلي هالشهرين ما يطلعوا فيها ولكن إذا أنت شخص عادي مستأجر وحدة سكنية أوكي ما في قانون بعده القوانين مثل ما كانت واللي هي إنه إذا أنت قاعدة بمحل بدك تدفعي أجارك وإذا بدك تعملي termination early termination بدك تدفعي البنالتي اللازمة أوكي وبدك تاخدي لا مانع للإخلاء من اللاندلورد however أنا شو بنصح العالم؟ لأنه بعرف إنه في كتير ناس بهيدا الموقف أول شيء بدكم تحكوا مع اللاندلورد بدكم تقولوا له وتفسروا له الوضع وإذا في برهان إنه أنتوا خسرتوا شغلكم إلى آخره أوكي بدكم تقدموا في حال ما قدرتوا توصلوا لأجريمنت مع اللاندلورد أوكي فيكم ساعتها تروحوا على الرنتل ديسبيوت سنتر تقدموا ملف اوكي والرنتل ديسبيوت سنتر هي بتحكم بهذا الموضوع بس انا كمستاجر لازم كمان اكون فير لازم اكون عادل لانه صاحب الشقه هو شخص مثلي ومثلك ومثل المستاجر يعني كمان عنده عائله ويعني كمان عنده دفعات للبنوك الى اخره سو ما في انا اجي اقول والله في كوفيد هلا انا خسرت شغلي بدك تعطيني 3 اشهر اوف لا اتس نوت غانا هابن والقانون يعني ما رح يوقف معك مثل ما عملوا البنوك يعني ما في منها لازم ينحكى مع اللاندلورد ويتفقوا على اساسياتها صح؟ صح اوكي طب في هون نقطه ريتا انا على وقت كنت عم بعمل ريسيرش انه عملوا تخفيضات اليوم للرهن العقاري بنسبه 5%
اوكي ما بعرف اذا عم اقولها مزبوط، لاي مشترين للمنازل هون والمستثمرين الموجودين. وبعد انتهاء الفيروس رح نشوف ازدهار بسوق العقارات من جنسيات مختلفه ومن ناس مختلفه يمكن بتصب هون عنا بالبلد. شو هي التوقعات العامه للعقار يكون جزء من الاقتصاد اليوم؟ هل رح يلعب دور كتير مهم أم رح يرجع يرقلج مثل ما كان قبل؟ لأنه شفنا بثلاث سنين الماضية كان العقار نازل سو بلش ينزل وينزل ويصير أصعب. وبعتقد كمان بالمنطقة هون correct me if I'm wrong بعضهم عايشين بنفس الكوستس تبع العقارات الموجودة من زمان. هل رح يصير في برمجة لهيدا الشيء من بعد هالتغييرات كلها؟ أوكي. هي الموضوع يعني fundamentals of real estate بيحكيك عن supply والdemand. اوكي وقت اللي بيطلع السبلاي وبخف الديماند بده ينزل السعر. فانا بالنسبه لي الاسعار رح تكون جدا افوردبل. اوكي في شغله بدنا ننساها، وقت الواحد يتعود على انكم معين من اسيت، اوكي اذا نزل هالانكم بفكر انه او ماي جاد نزل ب 50%، بس انت قارنه للبلدان المجاوره وللماركت العالميه. يعني وقت اللي يجيكي واحد بدبي بيقول لك انا هلا عم بخسر على الاسيت اللي شاريه كان عم يعمل لي 10% رنتل ريتيرن، طيب 10% هيدي ما صارت، هيدي ما بتصير 10% رنتل ريتيرن، هيدا منه النورم، هيدي okay. كانت فتره عم يقطع فيها لانه وي ار ان ان ايمرجينج ماركت واتس اتس ا جروينج ماركت. اوكي فهلا هينزل سعر العقار ورح ينزلوا الأجارات، وبعدها من مع النزلة رح تصير 3-4-5% rental return واللي هي أكثر من نيويورك، أكثر من كندا، أكثر من إلى آخره. بعد أحسن من غيرنا يعني؟ كثير أحسن من غيرنا، عم تحكي 3 times أكثر من غير بلدان. وأكثر من هيك أنه بدبي ما عندك property tax، ما بتدفع okay. tax على الانكم من البروبرتي، يعني ما حدا بيسألك. مشان هيك بس في نقطة أيام الناس بيصيروا يقولوا إنه يي أنا إنه الدولة شو عطيتنا هون؟ بكندا عم يعطون $2,000 بالشهر وقاعدين بالبيت ومسكرين البزنس تبعهم. إيه بس كندا إلى سنين بتاخد منك 40% تاكس على الانكم. يعني في أشياء، في أشياء الشخص بده يكون واقعي وبده يكون عادل وبده يكون واعي وماتشور، يعني هودي اقل شيء. والتذمر ما بيوصل لمحل. مزبوط. طب شغله ملفت اليوم عم تساعدوا اللبنانيه انه يستثمروا هون بالوضع اللي نحن شايفينه بلبنان للاسف باللي عم بيصير مع البنوك واللي عم بيصير مع العالم، عم بتساعدوا اللبنانيه يحطوا مصرياتهم هون بس يستثمروها صح. خبرينا شوي عن هيدي المبادره اللي عاملينها للبنانيه. هيدي المبادره صراحه بلشت فيها انا بسبتمبر. اوكي كنا نحن كهاي مارك ريل استيت كنا الرواد يلي بلشنا اذا بدك نحن اللي دقينا للديفلوبرز بلبنان وقلنا لهم بتعملوا هيك ارينجمنت، لانه شفنا انه موضوع البنوك بلبنان وموضوع لبنان مطول. وبعرف انا انه بالسنوات السابقه كل الناس يعني بلبنان البريفرنس تبعها انه بحط مصرياتي وقت نقول لهم مثلا ليش ما بتشتري عقار بدبي؟ لا والله بحط مصرياتي بلبنان على البنوك عم يعطوني 10-12% مثل اللي عايشين هون. نفس الحكي نفس الحكي. ايه ف عارفين انه واصلين لمشكله كبيره. anyways فحكينا مع مطور عقاري بالامارات وقبلوا انه يقبضوا المصاري بلبنان لانه عندهم ديون بلبنان وللبنوك بلبنان، قبلوا انه يقبضوا المصاري بلبنان ويعطيك مقابلة شقة ب يعني رهنينة؟ لا تدفعي. أوكي. أوكي. يعني انا عم بيعك شقة بدبي بدل ما تدفعي لي بدبي بالدرهم بتاخذي تشيك بانكير من حسابك بلبنان على حساب المطور بلبنان. اوكي فبتبقى المصاري انتر بانك بلبنان. اوكي اوكي هيدي عملناها سبتمبر اكتوبر نوفمبر، خلصنا المشروع اذا بدك بديسمبر. هون صراحه يعني بوقتها كنت كثير متحمسه للموضوع بس لانه ايام العالم بتخاف من شيء جديد وبتخاف تعمل تاخذ خطوه اوكي وبخافوا من التغيير. يعني بقول لك طب ما كل العالم علقانين مصرياتها بلبنان، انا يضلوا مصرياتي بلبنان.
ما بخبرك قديش في عالم من جانيوري لليوم كل يوم كل يوم كل يوم زينة عندك شيء ارينجمنت هيك، زينة عندك شيء ارينجمنت هيك. هلا مؤخرا عملت انترفيو مع جورج شهوان، هو سي او لبلاس بروبرتيز، عندهم سيميلر ارينجمنت بقبرص. والحلو بقبرص انه فيك تاخذي باسبور. وعلى اي ريت عم نحكي؟ يعني بنبلش باي ريتس اوف انفستمنتس بسايبرس؟ عندك من 150,000 يورو. يورو اوكي اند ابوف حسب شو عم تشتري. وطب هيدا الشيء اللي بينطبع على قصه الباسبورات وعلى قصه الانفستمنت، هل فعلا بياخذوا باسبور؟ لانه نحن كمان عم نسمع قصص ثانيه انه لا بتاخذي اقامه دائمه ما بتاخذي باسبور. فوين وين البوينت هون بهذا الموضوع؟ يعني مثلا انجليز باكجز في باكجز، سو ات ابلايز تو ذا باكجز صح؟ ايه طبعا. هلا على 150,000 يورو ما بتاخذي باسبور، بتاخذي اقامه. اوكي بس لتاخذي باسبور بدك تستثمري مليونين يورو باسيت، وهذا الاسيت فيك فيه يكون عم يعمل لك ريتيرن 3-4% ريتيرن، كمان مش غلط انه بدل ما يكونوا كل المصريات بنفس المحل. يعني بس بدي اقول لك شغله، انه في كثير قواعد تعلمناها بالجامعه بنسمعها كل يوم، كل الناس السكسسفل بخبرونا عنها، واللي هي adapt to change, diversify your portfolio, work hard and always be ready. بس انه اذا الواحد منه مستعد يعمل هالافور to take these comments on board، اكيد رح تلاقي حالك بمحل مش منيح. وانت بتنصحي كل العرب هون بعتقد صراحة، انا هذا دائما بدلني اقوله انه منيح اذا بيستثمروا بروحانه بياخذوا باسبورات، لانه ما عارفين المنطقة وين رايحة كلها بهالوضع العام بعتقد. او يتجوزوا حدا مع باسبور. مع باسبور يريح راسهم صح؟ طيب شغلة تانية، بس بدي قبل ما نختم بدي اعرف شو البروسيجر اليوم بس لنهونها على العالم، اذا اي حدا عباله يشتري هلا بالكيس اللي نحن عنا اياه اوكي، لانه كل شيء منخفض، وبنفس الوقت اذا في اي سوليوشن من ناحيه اكزامبل اللي حكينا بالرنت اون، اذا في اي عقارات بهذا الشيء كمان، شو الستبس اللي بتنعمل بهذا الشيء، بس تنعطيهم وعي عام كيف بيقدموا كيف بيعملوا ويفهموا. اوكي اول شيء بدهم يتصلوا فيي لنشوف البروفايل تبعهم اذا بناسب هالخطوة ايه ولا لا. يلي مش عارف مصير الاندستري تبعه احسن له انه ما يلتزم هلا اوكي ويخلي شوية كاش معه وما يستثمر هيك، يعني ما يصير في قرارات بيست عن خوف. اوكي بس بنفس الوقت ايام انا بقول انه قرار غلط سريع احسن من قرار صح بطيء. يعني الناس اللي ما قدرت تستثمر ب يعني اللي قفوا هذا المشروع اللي نحن عرضناه بسبتمبر اكتوبر اوكي، بعض المصريات قاعدين بالبنوك، فاللي غامر استفاد. اهم شيء انه مش بس يتصلوا فيي، يعني في كتير ريل استيت ايجنتس منيح وامنين وعارفين حالهم شو عم يعملوا بالبلدان اللي هن فيها، فيحكوا مع انفستمنت ادفايزر ياخذوا ارائهم، ما يترددوا. يعني التردد مش منيح بهيك اوقات، بس وانتوا بتساعدون ياخذوا مورجيجز وانتوا بتساعدون بالبيمنت بلانز اند ايفريثينج صح؟ لانه في كثير ناس ما بتعرف they're clueless about buying property. يعني ليكي في مورجيج بروكرز بالسوق، مورجيج بروكر بيقدر ينصحك بدل ما تروحي. يعني انا ايام بحس انه الشخص اللي بيروح out of his way تا يوفر 1000 او 2000 درهم اوكي بيعلق حاله بمشكلة 3-4 مليون أوكي؟ في مورجج بروكر هو بيعرف كل الأوفرز يلي بأفيلابل بالسوق وبيجي لعندك وبياخد الورقة وبيمرضيك عليها خلينا نعطي خبزنا للخباز ولو أكل نصه. صح أوكي. شو نصيحتك الإخرانية لأي حدا بده يستثمر بالإمارات؟ عم نحكي هلا وين شايفين الإمارات، وشو نصيحتك للناس اللي حابة تفوت على الإمارات اليوم؟ أوكي. بالنسبة للاستثمار بالإمارات، الانفراستراكتشر موجودة. أنا بالنسبة لإلي البلدان الناجحة رح تكون هي اللي بتتعافى من موضوع الكوفيد بأسرع وقت ممكن، وكل شيء أفيلابل بالإمارات، وبتصور شيوخ الإمارات برهنوا إنه they are responsible, they are committed لللوكال بوبوليشن وللإكسباتس الموجودين. أكتر بلد صار فيه تست للكورونا،
اكثر بلد probably اهتمت بشعبها. قدروا اهتمت بشعبها، قدروا انه الاي ليرنينج والديجيتايزيشن تبع الجوفرمنت بروسيجرز وكل هودي كله هذا بيلعب دور، لانه هيدا هو المستقبل، هيدا هو المستقبل. بالنسبه لإلي رح تكون من اكثر البلدان اللي رح تتعافى، رح يكون في لقطات بالسوق in the next 6 to 12 months. وفي البلانينج كوميتي يلي اطلقها الشيخ محمد، واللي هي مجموعه ناس بتقرر وذر لازم نعمل لانش لمشاريع جديده ولا لا. وبالنسبه okay. لهم هلا وقفوا اطلاق على المشاريع الجديده، و لحتى السبلاي يلحق مع الديماند. وانا ديماند، وانا بلاقي هلا انه في كتير ناس راح تقرر انه تجي على دبي وتفتح اشغال بدبي وتاخذ دبي صح. بيت لها. سمعت انه the Chinese ممكن to consider this، وكمان ما تنسي Expo 2021 ممكن يفتح كتير مجالات للاستثمارات يعني بالدولة هون من بعد. زينة thank you very much لإلك، I wish you all the best. وإذا أي حدا بده أكيد for real estate بيقدر to get in touch with you. أنا رح حط الانستغرام، وإذا بدك هنا حط أي شيء تحت تقولي لي تحت الهو حطه. و I wish you the best of luck بهالوضع الصعب شوي، بس أنت قدها. مرسي كتير زينة، thank you كتير على المساحة اللي عطيتينا إياها، و thank you على الكونتنت الحلو. thank you حبيبي thank you.